ونحن نقف في اليوم العالمي للوقاية من مرض السيدا أو الإيدز. يحضر معنا الأستاذ كمال صنهاجي، مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيدي. مدير المخبر علم المناعة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ليون. الأستاذ، ونحن نقف هذه الوقفة، ماذا يمكن أن نقول اليوم ونحن نقف أمام يعني المشاهدين قناة الشروق؟ شكرا سيدي، شكرا لتلفزيون الشروق لهذه الدعوة. والكلمة يعني الرسالة فيما يخص هذا المرض هو الحل الوحيد لكي نتجنب هذا الداء هي الوقاية. الوقاية هي ثقافة. نعم. ثقافة، وثقافة تكون تسود في، خاصة باش تكون يعني ناجعة، يكون عندها مشاركات عديدة من عدة كل أطراف. هي المدرسة، يعني هي نقدروا نقولوا الركيزة الأساسية يعني أكيد. لمنع الوقوع في المرض. إذا أنت قلت يعني رحت مباشرة إلى الوقاية، وهذا شيء جميل جدا. إذا رايحين نكسر اليوم الطابوهات لنتكلم على هذا المرض. يكفينا كلاما يعني أن نعطي أعدادا وأرقاما، لكن لابد من الوقوف أمام الواقع. يعني ما هو هذا المرض؟ ما لازمش نكذبوا على الناس، لازم نقولوا بلي أن هذا المرض هو داء فتاك، يعني لابد من قول هذا، رغم أنك فيه تقدم علمي، فيه علاج يعني اللي هو ربما يبطئ المرض ولكن ليس بالمرض الشافي. كيف يمكن أن نعرف مرض السيدا؟ شكرا سيدي. هو هذا المرض يعني هو فقدان المناعة، المكتسب للمناعة. يعني هناك السبب ديالو يعني هو فيروس، يسمى بفيروس فقدان المناعة المكتسبة. وهذا الفيروس هو يعني له جاذبية بالخلايا، خلايا تاع المناعة. هو فيروس الذي يدمر المناعة. نعم. والمناعة هي اللي تحمي الإنسان من التعفنات، يعني مختلفة. فلذا لما يعني لما يكسر يعني المناعة تاع الإنسان راح يدمر كل أعضاء جسم الإنسان، كل البنية، بنية الجسم. وهذه البنية هي، وهذا الدفاع يعني هو يكون من طرف الكويرات البيضاء اللي قلوب البلون. يعني وهذا الفيروس عندما يعني كما قلت عنده جاذبية خاصة، سبيسيفيسيتي خاصة بالكويرات البيضاء، يعني يلتحم بها ويدمرها. هذه العملية تدوم شهور وسنوات. نعم. يكون عندما تكون العدوى، يعني راح نرجع يعني طرق العدوى. نعم. هذا الفيروس يعني يبقى يعني يسكن، كأنه يعني يدخل بيوت. البيوت هي الكويرات البيضاء اللي دفع على الإنسان، يعني يحطم كل فيها ويحطمها شيئا فشيئا، وهذا يدوم سنوات. نعم. وهذا يفسح المجال الأستاذ صنهاجي، يفسح المجال يعني أمام كل الميكروبات، سواء كانت بكتيريا أو فطريات أو فيروسات، يعني كلها تجد يعني المكان الملائم لتحطيم
كل تجد يعني يعني تكون انتهازية، يعني فقدان المناعة هذا عندما الفيروس يعني يدمر هذه الخلايا، تكون حالة يعني عدم الإجابة، عدم الرد ضد هذه التعفنات، وشيئا فشيئا يعني الجسم يعني يصبح ملوث بكل هذه التعفنات المختلفة وكل هذه الجراثيم والفيروسات والفطريات، وهذا يعني يدوم سنوات. نعم، تعرفنا على المرض، يعني مرض فقدان المناعة المكتسبة أو الإيدز أو السيدا يعني بالكلام المعروف. الآن عرفوا أن الفيروس هذا يعني المرض تعرفنا عليه، الحالة الأولى تعرفنا عليها سنة 1981، ثم 83 تعرفنا على الفيروس، يعني فيروس الـ HIV أو فيروس عوز المناعة المكتسبة. ما هو هذا الفيروس؟ يعني الناس حاب تعرف واش هو هذا الفيروس وكيفاش تعرفنا عليه هذا الفيروس حتى نعرفوا يعني الأعراض اللي ممكن يمدها. وفي يعني سنة 81 عندما اكتشف المرض، المريض الأول هو مريض أمريكي، هو يعني إنسان سنادولت، يعني وقع عنده يعني اكتشف عنده فقدان المناعة، وهذا يعني شيء غريب. فقدان المناعة لم يعني ما يكونش عند يظهر من قبل، يعني ما يكونش من قبل، وما يكونش عند الواحد يكون كاهل، عن أنا أدولت يكون فقدان المناعة معروف عند الأطفال عند الازدياد يكون فيهم فقدان المناعة، يعني كل مناعة تحم ضعيفة، ولكن هي فقدان مناعة وراثية. وأمام هذه الوضعية يعني الغريبة اللي يكون واحد يكون شخص كبير وكبير يعني في انجون يعني مصاب، اذا الفت انتباه نتاع الاطباء والباحثين انذاك، وكانت بحوث يعني فيما يخص هذا الانسان، هذا الشخص، هذه البحوث دامت سنتين، وفي سنة 83 شخص، يعني وقع التشخيص على السبب اللي أدى اللي باش هذا المريض ظهور هذا المرض باش هذا المريض يصاب بفقدان المناعة، وفي هذه الوضعية يعني اكتشف هذا الفيروس والVIH le virus d'immunodéficience humaine الذي يعني وقع يعني اكتشافه بصفة يعني مبرهنة في باريس من طرف الأستاذ لوك مونتانيي في معهد باستور دو باستور دو باريس. ومن هذا المنطلق يعني كانت يعني هناك دي بروغري يعني تطور سريع في الكشف. وفي سنة 85 وقع يعني من الممكن يكون التشخيص، يكون لو دياغنوستيك يعني لو تيست تاع السيدا أصبح ممكن، ومن قبل ما كانش ممكن، ما كناش نعرفوا يعني هذا التشخيص. ولهذا كان من 81 حتى 85 وقعت عدوى يعني كبيرة يعني في العالم، كبيرة زيادة على الطرق العدوى، يعني طريق الجنس والأم. نعم، المصابة. نعم، وإلى آخره. وقعت عدوى بطريقة يعني تحقين الدم في المستشفيات. نعم، يعني لا ترانسفيزيون سانغين نيتي با كونترولي لأنه ما كانش موجود هذا لو تيست. نعم، يعني ولينا نديروا كي واحد يسحق الدم يعني يكون عنده عملية جراحية، بدون يعني يحقن بدم
ممكن يكون هذاك الدم ملوث للفيروس تاع السيدة، وهذه وقعت كارثة كبيرة. نعم. حتى ال 85 يعني وين هذا لو تيست وقع وكانت عنده وجود وجود يعني معروف، واستعمل آنذاك وأصبح الدم يعني مراقب تماما. نعم. إذا نقدر نقول بعد التعرف على هذا الفيروس يعني إصابة الحالات الأولى اللي كانت عند كما قلت ديزاجولت يعني إنسان شاب، ولكن وكان معروف أنه من نوع اللوطي يعني ديزوموسيكسويل اللي أصيبت عندهم الحالات الأولى، وكذلك نقول أن الفيروس تم تشخيصه في سنة 83 وتعرفنا على الأسباب المؤدية إلى طرق العدوى يعني المؤدية إلى ظهور هذا المرض. إذن من هذه الطرق قلنا طرق نقل الدم اللي يعني كانت من الأسباب الرئيسية آنذاك، يعني لأن الدم كان غير مراقب. ونتذكر أن أول حالة في الجزائر كانت في مستشفى مصطفى الجامعي سنة 1985 بظهور يعني عن طريق نقل الدم، ومنذ ذلك الوقت أصبح الآن الدم مراقب يعني في العالم كله كما هو الحال في الجزائر. الآن الطريقة الثانية، احنا قلنا نكسر الطابوات، لابد أن نتكلم في هذا، رح نتكلم على طرق العدوى. ومن بين الطرق هذه نشوف أن حاليا أكبر نسبة مصابة في الجزائر مثلا هي نسبة الشباب الأقل من 35 سنة، ونشوف أن النوع الأكثر انتشار عن طريق الجنس. ممكن تكلمنا عن طريق العدوى هذه، مختلف طرق العدوى، ورايحين حتى يتعرف الإنسان ما هي هذه الطرق، يعني لما نقول جنس ما هي الطرق المختلفة، لما نقول نقل الدم ما هي الطرق المختلفة. تفضل أستاذ صنهاجي. الطرق الانتقال، انتقال الفيروس يعني طرق العدوى، العدوى أسباب العدوى هي معروفة، هي محصورة في ثلاث يعني حالات. الحالة الأولى والأكثر انتشار هي عن طريق الجنس وتعدد العلاقات الجنسية مع أشخاص مختلفين. يعني. هذا يعني وغير معروفين يعني من طرف الشخص اللي يكون عنده نعم. علاقة جنسية. يعني الطريقة الثانية هي طريقة الأم الحامل المصابة بالفيروس وعندها حمل يعني اون غروسس، من الممكن باش تعدي الجنين انتهى ولا نعم. وعن طريق يعني الدم يعني عن طريق الحبل المشيمي الذي يعني يصل للأم نعم. بالجنين، وأيضا ممكن العدوى من الأم التي ترضع الصغير نعم. والطريقة الثالثة هي عن طريق الحقن والإبر التي تكون مستعملة غير معقمة، استعملت من طرف آخر وخاصة من طرف المدمنين على المخدرات. لأن ليس التخدير ليست يعني لا دروغ ماشي هي اللي فيها الفيروس، ولكن الحقنة بحد ذاتها الحاملة للدم هي المدمنين على المخدرات المختلفة، يعني يستعملون نفس الحقنة ممكن نفس الحقنة وممكن يكون واحد بين هذه المدمنين مصاب، وهذه هذا هو السبب الكبير، يعني السبب يعني هذه المصيبة يعني اللي تكون السبب باش يكون الانتقال متكاثر، يعني زيد في نسبة الإصابة. إذن طرق العدوى معروفين، طريق الجنس، الأم الحامل وكذلك إذا كان مصابة، وعن طريق الحقن نعم. إذا كان هذه الطرق معروفة فالوقاية ممكنة
قبل ما نروح هذه الطرق الطرق نعم رايحين نقولوا للوقايه الاستاذ الصنهاجي لان هذا مهم جدا. انا نعود دائما لطرق العدوى اللي لازم يعرفهم كل انسان ولازم يعرفهم كل شاب لانها مهمه. لما نقولوا عن طريق الدم يعني الدم والطرق اذا كان غير مراقب، الان الدم اصبح مراقب، لكن هناك طرق اخرى مثلا استعمال الحقن عند الناس اللي يستعملوا المخدرات، يعني ممكن يكون مصاب ينقلها انسان من شخص الى اخر فهذا يؤدي الى الاصابه بالايدز. نفس الشيء بالنسبه لنشوفوا لما نقولوا العلاقات الجنسيه، لما نقولوا العلاقات الجنسيه هي مهما كان يعني العلاقه الجنسيه سواء بين لوطيين او بين مختلف الجنس او مختلف طرق العلاقه الجنسيه في حد ذاتها، لان لما نقولوا العلاقه الجنسيه لان كل السوائل البيولوجيه ممكن تنقل الفيروس. نعم. تفضل فيها. نعم. هو يعني اكيد في 81 عندما يعني في الاكتشاف تاع المريض الاول وخاصه من بعد انذاك يعني صبنا بانها شريحه اللي تعطاو يعني المخدرات ولمستعملين يعني ممارسين الجنس عن طريق اللواط. نعم. هما اللي كانوا مصابين اكثر. اكثر. في 81 82 83 كانت النسبة نتاع الناس يعني اللي يستعملوا هذا طريقة الجنس من ذكر إلى ذكر كانت هي الأكثر انتشار. الأكثر انتشار كانت أكثر من 90% هما هذا الناس تاع اللواط. ولماذا؟ لأنهم كانت عندهم علاقات جنسية متعددة ومختلفة وبتردد كبير. نعم. إذا إحصائيا يكون العرض يكون كبير. كبير. خاصة العرض المرض. تعدد الأشخاص. تعدد الأشخاص. نعم. وشيئا فشيئا في هذاك الوقت في 81 نسبة تاع النساء كانت 5% فقط. ولكن مع الوقت عندما الناس بدأت تتعرف يعني. بدأت تتعرف وبدأت يعني ثقافة يعني العدوى يعني كانت أصبحت معروفة. أصبحت يعني. معروفة إلى آخره. أصبحت النسبة نتاع الآن يعني إلى يومنا هذا عن النساء هي 50-50، 50% رجال و 50% رجال نساء. إذن هذا طريق العدوى ليست يعني مخصصة خاصة عن طريق هذا طريق الجنس بين ذكر وذكر، ولكن أصبحت فقط أصبح مرض ينتقل عن طريق الجنس مهما كان نوعه مهما كان الجنس وكذلك سيت اون يعني سكون ابل اون انفيكسيون سيكسوالمون ترانسميسيبل كالامراض الاخرى التي تنتقل عن طريق الجنس كالفيروس الجونوكوكسي والتريكومونياس والالتهاب الكبدي والالتهاب الهباتيت ينطلق ينتقل عن طريق الجنس. نعم. ايضا وينتقل في نفس الوقت مع الفيروس السيدا. نعم. هي اكثر من 370 مليون يعني اصابه فيما يخص مختلف الامراض المنتقله عن طريق الجنس، واكثر من 38 مليون يعني اصابه فيما يخص السيدا فقط. انت تكلمت يعني عن طريق الجنس وربما قلت بان في سابقا كانت النسبه بين يعني الناس اللي يستعملوا اللواط اكثر اصابه، ثم اصبح العدد يعني متقارن بين النساء يعني لو كوبل رجل مراه لو كوبل ام يعني هذا الشيء اصبح معروف. لكن نشوفوا الناس اصبحت عندهم ثقافه اكثر وثقافه اوسع،
لكن نشوفوا أن نسبة الشباب، لأن الفيروس يعني تعرفنا عليه في 81-83، لكن نشوفوا الشباب الآن اللي عندهم 20 سنة في عمرهم، ربما لما يشوفوا كل سنة يقول لهم أن الدواء أعطى نتائج جيدة إلى آخره، بالنسبة لهم في الذهن تاعهم أن هذا الدواء أنه ناجع وأنه يعني قضاء على الفيروس، والحقيقة غير هذه، أنه الدواء يعني يبطئ ظهور الأعراض ويحسن حالة المريض لكنه غير شافي. ماذا يمكن أن نقول لهؤلاء الشباب؟ شكرا سيدي، هذا هو يعني الاستفسار يعني العلمي لكي يعني نفسر لماذا اليوم يعني كأنه هذا العدوى رجعت من جديد، ولكن في فئة معينة إلا يعني في الأكثر في هذه الفئة تاع الشباب، لأن الفئة الشريحة تاع ناس تاع اللواط أصبحت عندهم شبه ثقافة الانتقال وتأخذ يعني حذرها، والفئات الأخرى كالمرأة الحامل أصبحت واعية والدم أصبح يعني مراقب، ولكن هذا الشباب اللي عنده الآن بين 20-35 سنة، هذا الشباب زاد يعني في التسعينات وفي نفس يعني في هذه الفترة بالذات في التسعينات في 91-92 اكتشف العلاج الثلاثي لا تري ثيرابي، والعلاج هناك علاج أحادي بعد ثنائي وبعد ثلاثي لا تري ثيرابي، العلاج الثلاثي هو الأنجع، أصبحنا يعني نتحكم في انتشار الفيروس بدون يعني قلع جذور الفيروس، بدون ما نقدرش يعني العلاج ما يحطمش الفيروس تماما ولكن يبطئ النشاط وكأنه يعني يدخلوا في سبات يعني في اندورميسمون، يعني الفيروس هذا يولي يعني اندورمي يولي شغل راقد يعني لشهور وسنوات. نعم، وهذه غلطة يعني في ذهنيات تاع الشباب في ثقافة الشباب، لهذا الشباب كان يظن بأنه العلاج تاع التسعينات العلاج الثلاثي هو علاج ديفينيتيف يعني نهائي، ولينا يعني الفيروس السيدا ولا يعني يداوى ونبراو من هذا المرض. هذا خطأ الشاب من هذا المنطلق الخاطئ، ولا يرتكب غلطات فعلا، يمشي يعني يعني يمارس الجنس نعم بدون اخذ الاحتياطات اللازمه نعم، بدون استعمال الفواصل يعني البريزرفاتيف ولا اخ كل يعني كل 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 الطرق كل هذه الوسائل. يقول لك اذا كان عندي اذا تعديت نروح للمستشفى كاين دواء نداوي وخلاص يعني نبره، ولكن كما قلت هذا غلط، لان هناك دواء يعني ناجع فيما يخص إطالة وبطء في انتشار الفيروس فقط، ولكن يوما ما المرض يظهر. نعم، مع الأسف. نعم، هذا فيما يخص يعني المرض وطريقة العدوى هذه الأكثر انتشار، يعني خاصة عندنا في الجزائر كما قلت يعني أكثر نسبة مصابة هي الشباب أقل من 35 سنة، وربما من الأسباب يرجع السبب إلى هذا الحالة هذه. نشوف الطرق الأخرى، تكلمنا عن طريق نقل الدم، لأننا نقول نقل الدم الآن الدم مراقب الحمد لله يعني في كل المستشفيات، وما عندناش حالات اللي تنتقل عن طريق الدم مباشرةً
عن المحقون في المستشفيات أو غير ذلك. لكن هناك طرق أخرى ينتقل عن طريق الدم. هناك مثلا نشوف كما قلت الآلات الحادة مثل مثلا الوشم الغير صحي مثل ثقب الأذنين الغير صحي، مثل نشوف الجراح الآلات الحادة مثلا، ولا إذا لم تعقم هذه الآلات نسبة الآن نشوف المخدرات أخذها عن طريق الحقن زاد انتشارها. يعني ممكن ما مدى يمكن أنت أستاذ يعني في هذا؟ هي طرق العدوى تكلمنا عليها، وهناك يعني طرق أخرى ثانوية يعني سيكوندير، ولكن باش واحد تكون عندنا طريقة باش نعرف إذا كان حالة تنقل الفيروس أم لا، لازم يكون عندنا واحد التفكير بأنه باش تكون عدوى تكون اون سورس يعني منبع، اون سورس فيرال منبع فيه فيروس، وهذا المنبع يكون سواء الدم أو سائل ذاتي يعني أو مني وإلى آخره، تكون يعني حاجة اللي فيها فيروس. وفي المقابل يكون باب دخول، اون بورت دونتري، وهذا الباب تاع باش تاع الدخول هو يمثل في بصفة عامة هو الجرحى يعني الفتحة يعني. ولازم نتجنب التحام والتقاء بالمنبع مع باب الدخول نعم، لا بورت دونتري، لا بورت دونتري. هادو ما لازم لو ريزونمون سي سويلا. il faudrait se baser sur une source où il y a un virus, une porte d'entrée qui est représentée généralement par une blessure. Il ne faut pas que la source soit en contact avec la blessure. هذا وين؟ و الحالات هو يعني الآن إذا كان يعني موس أو رازوار ولا لام مثلا، إذا كانت مستعملة يعني عند الحلاق ومستعملة عند عدة مرات يعني لشخص لآخر ويكون واحد منهم مصاب، وتبقى يعني تكون في اللام هذيك الشفرة هذيك تكون فيها قطرة تاع الدم تاع زبون عند كوافير ممكن مصاب ممكن مصاب، هذه القطرة اللي تكون فيها فيروس عندما تستعمل هذا الرازوار يستعمل عند زبون آخر ويجرح يعني من طرف هذاك الكوافير يعني القطره تاع الدم تاع الزبون الاول هذاك تدخل يعني ربما تدخل عبر الجرح هذاك. نعم. وهنا هذه العدوى، هذه الحلقه، المقص يعني كل الالات الحاده، كل الالات الحاده، ولازم واحد يتجنب استعمال لابروس ادون نتاع انسان من يعني تكون هي شخصيه. نعم. استعمال شخصي، لان لابروس ادون عندما تنظيف الاسنان يعني كلنا نعرف بان عندما ننظف الاسنان يكون مع التنظيف ممكن نجرح لاجونسيف ويكون فيها شويه دم، وتكون قطره تاع الدم تلصق في لابروس ادون ويستعملها انسان. نعم. اخر، الابنه ولا في العائله الى اخره، ممكن يعني عندما واحد يعمل لونيتوا يعني يستعمل لابروس يقدر يجرح روحه وتكون فيها قطره تاع الدم، هذيك لابروس تقدر القطره هذيك تفوت وتعدي تمر وتعدي تعدي. هو كان حاله تاع الماء او الحمام، الناس يعني تتكلم بزاف تقول لك اذا كان في الحمام هادو يعني طرق ما الفيروس تاع السيدا ما يقدرش يعيش في الماء مثلا، في الحمام ما كان حتى مشكل، في اذا مصافحة يعني العرق مصافحة ما كان حتى مشكل، يعني كل الطرق الاخرى يعني. نعم. الطرق العامة التي تستعمل غير ذلك في التواصل بين الاشخاص،
ليست معدية. نعم، لأن الآن إذا لم تكن يعني باب مفتوح كما قلت بوغ دونتخي ماهوش ممكن نخاف أنا من إنسان مصاب بالسيدة، لأن فيه يعني بعض الناس اللي ممكن يتخوفوا يقول لك ممكن الناموس يقرص شخص ثم يجي لعندي يعني يقرصني هنا، هذه ماهيش طريقة، أو المصافحة يعني أو يعني كما قلت في الحمام، كل هذه أشياء يعرفها الإنسان باش ما يتخوف. لكن أنت أشرت إلى نقطة مهمة تدخل يعني في التربية الصحية والنظافة الصحية اليومية. نشوفوا مثلا العائلات الجزائرية مثلا، نذكر أنا في يوم من الأيام قمت برقابة صحية هكا أو كور دان ستاج، نشوف أن أغلب العائلات مثلا يحطوا كاس ويحطوا فيه لي بوصادون تاعهم. ممكن طفل صغير يغلط في لابوسادون تاعو، اذا كان انسان ثاني مصاب يعني ممكن ينقل اذا جرح لاجونسيف تاعو. هذه الاشياء اللي ما لازمش نروح لها. كما قلت بعض الناس اللي ممكن يحمي روحه، وهذه حالات موجوده اللي عشناها، مثلا يستعمل الواقي او البريزرفاتيف ومن بعد يرميه من النافذه للاسف الشديد. هذا الواقي او البريزرفاتيف محمل بالسائل المنوي يعني السبرماتوزويد، يرميهم وربما يكون طفل صغير ما يعرفش شنو هو هذا الواقي، يقول لك ربما نبوله يلعب بها يديرها في فمه، وهذه طريقه من الطرق اللي تنقل هذا الفيروس. فلذا يعني احنا قلنا نكسروا الطابوهات ونتكلموا على مثل هذه الاشياء لانها من الطرق اللي ما زالت يعني تنقل الفيروس. لما نقولوا مثلا، لان انت قلت يعني الطرق الثلاثه عن طريق الجنس وعن طريق يعني سوائل الفيزيولوجيه ومنها يعني الدم، السائل المهبلي، السائل المنوي، وكذلك يعني الالات الحاده، ومن الام الى جنينها إذا لم تحظى بالعناية الكافية. نشوف كذلك في هذه الطريقة هذه كثير من الناس مثلا ما يستعملوش ما يخذوش الأشياء بالطريقة الصحية. لازم نكسروا نفهموهم، نقول لهم هاو الأشياء اللي لازم تديرها، هاو الأشياء اللي لازم تديرها. رايحين نتكلموا على الوقاية قبل ما ندخلوا في الباب الوقائي. آخر طريقة بالنسبة للأم كيفاش تنقل للجنين تاعها إذا لم تحظى بالرقابة الصحية قبل الحمل وأثناء الحمل، كيفاش تنقل السيدة؟ هو انتقال فيما يخص الأم الحامل ينتقل الفيروس عن طريق الكوردون بيليكال، يعني الحبل المشيمي اللي يربط الأم بالجنين. وهذا عندما تكون لا شارج فيرال يعني العدوى تكون مهمة، يعني عندها وجود كثيف عند الأم تكون يعني مصابة، هناك احتمال باش الفيروس ينتقل عن طريق الحبل. ممكن أن ينتقل أثناء الحمل pendant la grossesse، وفي الأغلب الأحيان ينتقل عند الولادة عندما يكون يعني عندما يكون العمل لو ترافاي، يعني عندما الأم تكون في الساعات الأخيرة في لي كونتراكسيون. وهنا من الممكن إذا كانت الأم مصابة يعني باش تعديل الطفل اللي راح يزيد، وهذا يعني من الأسف باش الأم تعدي في الساعات الأخيرة الجنين تاعها يعني بعد حمل مطول. ولهذا الآن المرأة الحامل المصابة من الممكن يعني أن نبرمج العملية قيصرية قبل يعني الوصول إلى avant les contractions قبل الوصول إلى كوش با ناتورالمون ولا باش ما تعديش الابن تاعها، يعني قبل ما توصل إلى المخاط. هذا مهم جدا نستعمل عملية جراحية ويعني ونخرج الجنين من بطن أمه بدون أن يكون فيه نزيف، يعني بدون نزيف باش ما تكونش يعني اتصال يعني كونتاكت بين
الدم تاع الأم والجنين والصبي يعني عند نعم عند الولادة عند الولادة نعم. ومع الأسف أيضا باش الأم يعني إذا كانت يعني أنجبت جنين نعم. بدون إصابة لأن الأم من قبل تعالج نعم. تعالج وبفضل هذا العلاج ولت الانتقال الفيروس العدوى ولت ضئيلة جدا يعني. جدا وهذا هو الهدف تاع الجزائر يعني الوصول في 2015 يعني بحمل بدون يعني بدون عدوى أقل من 1% ما تكونش عدوى نعم يعني وهذا يعني سي ان بروغري امبورطون هذا يعني تطور ملموس تطور ملموس و نعم. ويعني مهم جدا ثم عن طريق عن طريق يعني وممكن يعني إذا كان يعني تجنبنا هذه العدوى دائما في نطاق الحمل والولادة يعني مع الأسف من ممكن باش الأم تعدي الجنين نتاعها أو الرضيع نتاعها عن طريق الحليب نعم الرضاعة عن طريق الحليب عن طريق خاصة الرضاعة ومن الأحسن باش يعني الأم ما ترضعش الصغير تاعها الصغير تاعها يعني الابن تاعها نعم. عندما تكون مصابة هذه أيضا طرق العدوى الثلاثة المعروفة تكلمنا عليها يعني بالتفصيل حتى نوصلوا الميساج للمشاهدين خاصة الشباب اللي راهم يشوفوا فينا يتعرفوا على مثل هذه الحالات الآن رايحين نروحوا للطريقة المثلى للوقاية باش نتجنبوا لأن الآن الفيروس معروف المرض معروف فيه حاملين للفيروس وفيه مصابين بالمرض بحد ذاته وفيه مصابين معروفين وفيه مصابين غير معروفين يعني لما نقول أن ربما المصابين في الجزائر حالة سيدة إذا كان 1541 وحالة يعني الحاملين للفيروس 7389 يعني شوفوا 171 حالة جديدة يعني هذو المعروفين الغير المعروفين والحاملين للفيروس يعني هم نسبة كبيرة ما هي مختلف طرق الوقاية لأن الوقاية هي الركيزة الأساسية فكيف يمكن يعني أن يقي الإنسان نفسه قبل الوقوع في المرض ولعدم الوقوع في المرض هو اللي يعني هو المعروف عندما نكتشف يكون كشف في المخبر تاع واحد 10 ماشي معروفين فعلا اذا نشوف يعني كميه هائله من الناس معديين بالفيروس وغير معروفين في الطبيعه نعم. غير معروفين نعم هذا مشكل يعني مشكلة كبير مشكل عويص يعني عويص لان كل شخص حر يقدر يعدي لك ولهذا في مثلا في البلدان الغربيه هناك كشف يعني مجاني ديبيستاج انونيم غراتوي ولو بدون يعني انونيم بدون باش يعني بلا ما نعرفوا بالشخص يعني بلا ما بلا ما نمدوا الاسم نتاعنا اذا هذا باش يعني هي طريقه باش يكون اكثر من يعني باش يكون ماكسيموم دو بيرسون نعم. باش يجيو للكشف وهي نفسها الحاله المعمول بها في الجزائر وي. الان لي سونتر دو ديبيستاج يعني في إيه. الجزائر هم عده يعني مراكز موجوده عبر التراب الوطني افيك دي سونتر دو ريفيرونس يعني مراكز معروفه يعني الفحص مجاني يعني لو ديبيستاج الكشف مجاني ثم كذلك فيه ما نسميه ما نعرفوش بالشخص يعني نخبيه اسم الشخص يعني حتى يكون انونيم فلهذا احنا دائما ندعو الناس باش يديروا له ديبيستاج حتى اذا كان المرض في البدايه ممكن اخذ العنايه بالمريض اولا ثم توفير له العلاج اللازم استاذ صنهاجي احنا تكلمنا على الطرق واش هي احسن طرق الوقايه انت قلت له ديبيستاج
يعني لازم نكشفوا على الناس، لازم يكشفوا كما في الداء السكري، كما مثلا في سرطان الثدمة مثلا لاماموغرافي، كما في سرطان عنق الرحم يعني لفخوتي فاجينال أو المسحة المهبلية. في الصداع دائما نديروا لا سيرولوجي، لا سيرولوجي باش نتعرفوا على الاش اي في ونتعرفوا كذلك على الامراض الاخرى كالتهاب الكبد الفيروسي من نوع با وجيم يعني سي، حتى نتفاداو مثل هذه الامراض او ناخذوها بالعلاج في الوقت المناسب. بالنسبه للشباب تاعنا، اذا قلنا العلاقات الجنسيه وهي الطريقه الاكثر انتشارا، احسن طريقه اللي ممكن نقيو بها الطريق الانتقال وانتشار هذا الفيروس؟ هو احسن يعني احسن طريقه هي لازم نرسخ ثقافه الوقايه، وثقافه الوقايه ما تكون الا نرجع الا في المدرسه، يعني هي القاعدة الأساسية باش يكون عندنا شباب واعي وشباب مثقف نوعا ما صحية فيما يخص الصحة. يعني الطريقة الناجحة هي يعني تكون يعني تبرمج في المدارس مثلا، في المؤسسات، في يعني في لي بروغرام، يعني في البرامج المدرسة الأساسية، فخاصة في الابتدائي، في بعض المواد كمادة العلوم الطبيعية او علوم طبيعية الطبيعة، علوم الإنسان، علوم الإنسان ممكن يعني تدخل، يكون يعني ثقافة جنسية، المعلم يكون ولو مرة في الشهر يخصص 5 دقائق لهذه الأمراض عن طريق الانتقال. نعم. والأستاذ يعني والمعلم مجبر يعني باش يمد هذا 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 الدرس وهذا الوعي، ولو كان يعني من الصعب للأولياء لي بارون ديليف باش يتكلموا خاصة فيما يخص الجنس مع أولادهم. نعم. هنا يعني يكون لهم تسهيل أو سهولة إن فاسيليتي باش الأستاذ أو المعلم بيقوم بهذا الدور، ومن بعد التلاميذ عند استيعابهم بهذه المعلومات من طرف التعليم يكون عندهم دور بيناتهم. نعم. يديروا وقاية عندهم اللونغاج سبيسيال، لي زونفون يجوا يلعبوا بيناتهم، عندهم كلام، عندهم ديكود، عندهم الكلام خاص للشباب. هي الطريقه المعمول بها عالميا، يعني ايدوكاتور، يعني أكيد. الصديق المثالي اللي يعلم الصديق تاعه. نعم، هي طرق ناجعه، يعني هذا هو الطريق يعني الاكثر يعني الاكثر نجاعه باش تكون عندنا شباب واعي مثقف صحيح مع الوقت، يعني نعم. مع الوقت يكون عندنا مع بعد 15 سنة تكون كل يعني الشباب يكون عنده قاعدة، يكون نعم ان جون، يعني يكون شاب متحضر وواعي ويعني ويا وكان بروبليم. اذا هذه الثقافة الصحية اللي تعتبر ركيزة أساسية، وقلنا لازم تدخل يعني الثقافة الجنسية المدارس وحتى في البيت، لأن في البيت لما نقولوا ثقافة لازم تكون في ثقافة. نشوف البنت الصغيرة مثلا اللي ما تكلمهاش أمها وما تعلمهاش أمها، أن ربما ظهور حيضها الأول أو الدورة الشهرية تاعها أو العادة الشهرية تاعها أول مرة ربما تجيها في 9 سنين، 10 سنين، 11 سنة، إذا ما كلمتهاش الأم وكانت في المدرسة وشافت يعني نزيف يخرج منها ربما راح تدير صدمة، تدير شوك. فلهذا تعليم الثقافة الصحية
تبدا في البيت وفي المدرسه، يعني كل واحد يقدم رساله الاخر. صحيح. حتى يعني ممكن نكسروا كل الطابوهات ونستفادوا من هذه الوقايه تجنبا للمرض وللعلاج اللي تخيكوتو، يعني الثمن تاعو باهظ وما يعطيش يعني شفاء في الاخير. هذه من ناحيه الاعلام التثقيفي. صح. احسن الطرق الاخرى، لان الوقت داهمنا، تكلمنا يعني اختصار طرق الوقايه لتجنب كل الحالات العدوى اللي تكلمنا عليها. سيدي يعني عملت يعني ركز واحد الحاله يعني عن طريق البنت الصغيره والحيض والى اخره، حتى اصبحت واحد الوقت السيده هو مرض العار، يقولوا مرض العار. نعم. مالادي اونتوز. يعني كاين طريق، انا يعني نذكر بانه من الممكن يعني يصيب واحد حيل، يعني دي بتيت زاستوس في لافامي. طبعا يعني من الصعب عند في العائله الجزائريه باش واحد يتكلم بالعربيه وبالدارجه، يتكلم على الجنس كانه عيب، كانه كلام غير يعني ملازم. نعم. غير ملائم. هي لازم نلقاو الطريقه باش نوصلوا. هي يعني طريقه باريزون، يعني هي اذا كانت عندنا نتكلم بالعربيه والفصحى الدارجه الجزائريه، نتكلم على الجنس تولي عيب. من الممكن يعني في بعض في مع عائلات عديده باش نتكلم في هذا الموضوع باللغة الفرنسية. هي كل الطرق اللي يعني اللي نقدروا نوصلوا بها رسالة هي طرق صحية. أنا أتذكر في سنة الثمانينات ربما لما بديت في القناة الأولى، كانت عندي حصة طبية، تكلمت على الأمراض الجنسية وبطريقة مهذبة قدرت ندخل إلى كل العائلات الجزائرية بدون أي مشكل، وكان يعني كانت الرسائل تمر. فقط ان الوقت داهمنا حتى نسرعوا. نعم. شويه. الطرق الاخرى قلنا احسن طريقه لتفادي العلاقات الجنسيه المشكوك فيها والعلاقات الجنسيه اللي تخلي المرض ينتقل من شخص الى اخر. قلنا اولا احنا كمسلمين نقول التمسك باخلاقيات ديننا الحنيف، التمسك باخلاقيات ديننا يعني راح يخلينا نتفاداو مثل هذه الاشياء. يبقى الزواج والوفاء. نعم. للحياه الزوجيه هو احسن يعني الطرق، لكن لازم نقولوا ان الوقايه فيما يخص يعني استعمال الواقي، لان بعض الشباب رغم اننا مسلمين لكن للاسف الشديد نشوفوا ان بعض الشباب يروحوا الى الزنا، يروحوا الى اشياء كثيره، فيبقى الواقي هو خير وسيله لتفادي يعني نقل الفيروس. اكيد يعني هذا يعني ملخص الكلام فيما يخص يعني من احسن طريقه الوقايه فيما يخص الجنس هو يعني الوفاء. والحمد لله عندنا كما قلت احنا مسلمين وعندنا تربيه وثقافه اسلاميه اللي من الممكن باش جنبنا يعني باش جنبنا في هذا فيما يخص هذا الجانب تاع العلاقه الجنسيه بين رجل ومراه في نطاق شرعي تاع الزواج. اذا كانت يعني الله غالب كما يقولوا، اذا كانت من هي يعني هي غير هي لم نتحكم يعني في هي الارقام تتكلم. لاننا لم نتحكم. لاننا خرجنا عن الشرعيه الدينيه، فلهذا في هذا يعني في هذه الحاله الوقي يعني لو بريزرفاتيف هو احسن وقايه فيما يخص العلاقات الجنسيه المتعدده مع اشخاص متعددين او عند اللوطيين الى غير ذلك، مختلف العلاقات الجنسيه المشكوك فيها. هذا بالنسبه لهذا. ثم انت تكلمت عن يعني التربيه الصحيه في المدارس الى غير ذلك، كذلك المساجد عندها دور
لأننا بلد مسلم، فالإمام ورجل المسجد وممكن يقدم رسالة لتجد الأذان الصاغية وتجد القلوب الواعية لتجنب مثل هذه الأمراض الفتاكة. يكون هنا رسالة يعني مساج بور يعني فيما يخص المسجد، هو مكان مهم للإعلام لأنه المسجد فيه يعني une importante fréquentation. يعني المسجد يعني في كثير من الناس يعني اللي يتواجدوا في المساجد في المسجد ايه، وفئة كبيرة من الشباب أكيد، ومن يعني من المستحسن بأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف باش يعني تقوم ببرنامج تكوين أئمة من طرف أساتذة يعني مختصين في هذه الأمراض، كل الأمراض المتنقلة عن طريق الجسم، وكل الأمراض يعني كل ما هو تربوي اللي تدخل فيها الوقاية. وعندما يكون الإمام يكون عنده هذا التكوين، هو عنده لهجة وعنده أسلوب باش يوصل هذه الرسالة، وتكون الوقاية نتاعو أحسن من أنا يعني باش نروح ندير وقاية في مسجد. نعم. لأن الإمام عنده أسلوب وعنده طريقة باش يوصل الرسالة. نعم. والمسجد مهم جدا كالمدرسة. نعم. باش يوصل الوقاية في في كل الميادين. هي أستاذ صنهاجي على كل إن كان فيه عمل ما بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذلك وزارة الشؤون الدينية في هذا الإطار، وكان فيه تكوين للأئمة، وإحنا إن شاء الله يعني نتمناه دائما أن تدرج مثل هذه المواضيع في دروس في الخاصة بالمسجد لتقديم مثل هذه الرسائل المهمة. ثم نعود إلى بالنسبة يعني حتى ما نطولوش كثير فيما يخص يعني الطريقة الأخرى بالنسبة للأم الحامل للرضيع، يعني قلنا تكون فيه رقابة في الحمل، قبل الحمل، أثناء الحمل، وعند الولادة حتى تدرج يعني لاسيزاريان، عملية القيصرية يعني قبل الوضع. هذا بالنسبة للأم الحامل. بالنسبة قلنا الناس اللي يستعملوا الآلات الحادة والحقن إلى غير ذلك، المدمنين على المخدرات، لابد تكون فيه مؤسسات خاصة، يعني ماهوش في المستشفى، لأن لما نقول مريض عقلي أو مدمن على المخدر، لما ندوه المستشفى أمراض العقلية في داخل مستشفى كبير، أكثرية الناس يعني يرفضوا العلاج. احنا نتمنى تكون يعني مؤسسة خاصة بالشباب، يعني انستيتيو ولا معاهد يعني لتحمي هؤلاء الشباب وتأخذهم يعني في العلاج الدوائي والسلوكي لتفادي مثل هذه الوقوع في مثل تعاطي المخدرات والحقن والوشم وغير ذلك، روحوا مباشرة إلى العلاج. أستاذ صنهاجي، لابد أن نقف لنتكلم عن العلاج. العلاج نعرف أن فيه علاج ثلاثي منذ التسعينات، وهذا العلاج الثلاثي معروف أنه يبطئ يعني المرض، ولكن ماهوش يعني شافي 100%. ماذا يمكن القول عن هذا العلاج؟ هل فيه مثلا، لأن كثير من الناس تتكلم الآن عن لقاح جديد، السويد تكلموا عن لقاح خاص عن طريق الجينات، الأمريكان يعني تكلموا عن ديانا جان، يعني فيه عدة دراسات، لكن إلى أين وصلنا؟ هل هذا اللقاح موجود فعلا؟ هل البحوث متواصلة؟ وإلى متى نصل إلى لقاح شافي؟ هناك لقاح أو تطعيم، ولكن هو موجود حاليا على مستوى تجريبي.
لماذا؟ لأن هذا اللقاح لا يحمي 100%، واللقاح لازم يحمي 100%. عندنا هناك عدة تجارب يعني أنجبت لقاحات متعددة، أكثر من 30 تجربة، أكثر من 30 لقاح، ولكن كل هذه اللقاحات تحمي بين 20 إلى 70%. يعني ما كاش 100%. ولهذا يعني ولهذا يعني أوروزمون هناك راك أشرت إليه، العلاج الثلاثي اللي يبطئ يعني انتشار الفيروس لمدة سنوات، لكي المريض ربما لعل أنه ينتظر، لأن هذه الأدوية الموجودة الآن الثلاثية العلاج من الممكن أن تبطئ وتمهل المرض انتشار المرض حتى يعني لمدة 20 سنة. يعني نقدر نقول الشفاء، ولهذا يعني أوروزمون كاين هذه المهلة، لأن في نفس الوقت البحث راه متواصل في يخص اللقاحات، وفي هذه المدة من الممكن باش هذا 70 توصلنا إلى 70% يعني من تاع الحماية إلى يومنا، رايحين نصل إن شاء الله قبل أن تنقرض هذه المدة 20 سنة، نجد حل نهائي وجذري. نعم. لإيجاد لقاح، لأن المشكلة تاع اللقاح هو الفيروس مع الأسف عنده يستعمل حيل، هو يتغير على الدوام، دائما يتغير. واللقاح ما باش يكون عنده نجاعة ما لازمش يكون الفيروس ما يكونش يكون عنده تغير، ما لازمش يتغير كثير. ويعني في هذه المدة إن شاء الله رانا في يعني قريب نغلقوا الشريط، قبل شريط تاع السيدة يعني نصل إلى اكتشاف بعض الخواص نتاع الفيروس، لكي يعني نلقي عليه القبض بصفة نهائية باستعمال النواحي نتاع الفيروس التي هي يعني الفيروس يخبيها يعني يخفيها، ولازم يعني نكتشف ونخرج يعني إلى الخارج، نستعمل إلى السطح، نخرج إلى سطح الفيروس هذه القطع تاع الفيروس الغير متغيرة. وعندما نأخذها ونستعملها كلقاح يصبح لقاح يحمي 100% الإنسان، وهذه يعني هذه الشرط، وهذا هو يعني هذا هو الشرط الهدف اللازم، وهذا الله يعني من الممكن عن في ليس في قصير المدى ولكن في متوسط المدى إن شاء الله قبل 10 سنوات نصل إلى حل نهائي. نعم إن شاء الله. إذا قبل أن ننهي يعني هذا العدد أو هذا اللقاء، الأستاذ الصنهاجي، أنت كان لك لقاء كمدير مخبر علم المناعة بالمركز الاستشفائي الجامعي بليون، كان عندك لقاء مع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في نظن في 99. نعم في 99. واش كان في هذا اللقاء يعني، واش هو الهدف اللي كان مر هذا اللقاء؟ هو الهدف هو تجديد يعني الكفاءات الجزائرية المعروفة المعترف بها الموجودة عبر الكرة الأرضية عبر العالم، لكي تساهم نوعا ما في حل بعض المشاكل العلمية
في فيما يخص البحث العلمي او فيما يخص الصحة في الجزائر. وهذا يعني كنا نستهدف عند هذا اللقاء مع رئيس الجمهورية في 99، هو صنع خريطة عالمية لجلب الطاقات الجزائرية، اللي يكون فيها يعني تكون فيها الطاقة الكفاءات الجزائرية موجودة، تكون معروفة ويعني ومستهدفة. وعندما يكون عندنا يعني بحاجة إليها، يعني بحاجة إليها في نطاق مشروع علمي لنساهم في بعض في رقي والتطور العلمي في بعض يعني دي دوسي كي نيسيسيت اون اكسبرتيز، يعني خبرة نقدر نساهم فيها من الخارج لكي نعطي بعض الحلول العالمية المعروفة لكي الجزائر تستفيد منها. نعم. الآن أنتم موجودين بقسنطينة في إطار يعني تأسيس مخابر جزائرية هنا. ماذا قدمتم يعني للجزائر خلال كل هذه الفترة وأنتم يعني في هذا المخبر كعالم وكباحث معروف؟ وش هي الأشياء اللي راكم تقدموها الآن مثلا؟ المساهمة يعني فيما يخص الاختصاص تاعنا في علم المناعة في تأسيس وترخيص يعني بصفة يعني رسمية فيما يخص الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لكي نساهم في إنشاء مخابر خاصة فيما يخص مخبر علم المناعة في بعض الجامعات أو في بعض المراكز للبحث العلمي، كما هو الآن في قسنطينة وأيضا في قرب الجزائر العاصمة في تيزي وزو، في البوليدة وفي المدن الأخرى في الجزائر بصفة عامة. فيما يخص التكوين بالنسبة لي، هل هناك فيه شراكة؟ هل هناك عمل قدم بالنسبة للطاقات الجزائرية المتواجدة عندنا في إطار التكوين المتواصل فيما يخص البحوث المختلفة، خاصة ونحن نعلم أن مثل هذه المراكز التي تديرونها بفرنسا كما هي طاقات كثيرة موجودة في البلدان المتقدمة والمتطورة الأخرى جزائريين، وش هي الأشياء اللي ممكن قدمتوها مثلا؟ نشوفوا في إطار مثلا زرع الأعضاء، نشوفوا مخبر ليون يعني من أكبر المخابر اللي قدمت أشياء كثيرة كزرع الوجه إلى غير ذلك. وش هي الأشياء اللي ممكن تفيدوا بها بلدكم الجزائر؟ ساهمنا في يعني في ايضا في فيما يخص يعني اخي في هذا الشهر هذا الاخير القانون الجديد للبحث العلمي، يعني تطور القانون، اصبح القانون من الممكن ان نستعمل كل الطاقات فيما يخص البحث العلمي، وادخال المؤسسة حتى المؤسسة الخاصة لكي تساهم فيما يخص البحث العلمي، تكون عندها مساهمة فيما يخص المؤسسة تاع البحث العلمي في الجامعات أو في المؤسسة الخاصة، وتدعم هذه المؤسسات من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكي تطور في الصناعات وفي كل يعني كل مختلف يعني في مختلف التخصصات يعني التخصصات في بيخص لونتربريز يعني المؤسسة الجزائرية العامة أو الخاصة العمومية أو الخاصة. وممكن أيضا في القانون الجديد يعني للبحث العلمي إلى
بالاتصال واستعمال كل الطاقات داخل الجزائر وخارج الجزائر، يعني الكفاءات العلمية الجزائرية الموجودة في الخارج وحتى الباحثين الخارج الأجنبيين من الممكن الآن باش يساهموا في البحث العلمي لنقل المعرفة ونقل خاصة التكنولوجيا. وفي ما يخص هذا النقل التكنولوجيا والمعرفة، أشرتم إلى بعض الخصائص، أشيروا إلى ما يعني نعرفه مثلا في زرع الأعضاء بدون أن يكون تطابق وراثي يعني على باسكو معروف بأنه عندما نزرع عضو لازم يكون تطابق يعني الانكومباتيبيليتي سينو يا ان روجي سينو لو روجي نعم. والبرهان هو في السنة الماضية يعني توصلنا إلى زرع وجه عند واحد امرأة يعني التي فقدت النصف وجهها يعني عضة كلب، عضة الحيوان يعني كلب تاعها عضة ونحلة يعني نص على الوجه تاعها، وأصبح ممكن يعني أخذ وجه عند واحد يعني مات يعني وتطوع بأعضائه، وأصبح ممكن زرع الوجه بعد زرع الخلايا الجذعية التي أخذت في نفس الوقت الذي أخذ فيه الوجه، أخذت هذه الخلايا النخاعية الجذعية وزرعت عند المريض قبل أن يزرع عنده الوجه، وأصبح الوجه وقع له يعني قبول ولم يرفض هذا الوجه من طرف المريض، يعني وهذا يعني تقدم يعني كبير. نعم. وبعد ذلك زرعت يد وكان فيه نجاح كذلك ونجاح يعني، وزرع أخيرا نيتيروس يعني رحم، يعني رحم عند امرأة يعني مصابة بسرطان الرحم، الرحم ويعني زرع عندها عندها الرحم وأنجبت صبي يعني شيء جميل يعني وهذا يعني العلم أين وصل. أنا أعود إلى الزرع لأنه مهم جدا، فقط فيما يخص مثلا زراعة الكلى، لأن احنا في الجزائر نشوف أن نسبة المصابين يعني بالقصور الكلوي نسبة كبيرة، ونشوفوا أن فيه التبرع بالعظام موش موجود مع الناس ثقافة كثيرة، رغم يعني رأي الدين اللي يعني فتح المجال في هذا الإطار، ويبقى المريض دائما يعني أنت تكلمت بلا الانكومباتيبيليتي، هل ممكن هذه الطريقة يعني تستعمل في زرع الكلى مستقبلا عندنا؟ هو زرع الكلى هو الأحسن، هو المجال اللي فيه تقدم الأكبر فيما يخص زرع الكلى، لأن زرع الكلى لاغراف دوران مستعملة منذ زمان من أقدم الأعضاء المزروعة، والبحث تمكن باش يوجد يعني يحضر أدوية عندها نجاعة كبيرة، ولو يكون يعني اختلاف كبير بين الكلى المزروعة وبين المريض الذي هو محتاج لزرع الكلى، لأن هذا الاختلاف يعني il est compensé par le médicament par les nouvelles molécules يعني العلاجات يعني الحديثة أصبحت عندها لها دور يعني دور لقبول
العضو حتى العضو إذا كان غير حتى متطابق، حتى ولو يكون لم يكن متطابق. نعم، شكرا لكم الأستاذ كمال صنهاجي، الحديث شيق معكم، شكرا على حضور هذه الدعوة معنا. وفي الأخير يعني قبل أن نفارق المشاهدين الأفاضل، ما هي الرسالة اللي ممكن أن تقدمها اللي راي في قلبك اللي ممكن تمنيتها دائما للجزائر؟ الآن يعني المجال مفتوح أمامك لتقديم هذه الرسالة للمشاهدين ولكل السلطات المعنية، تفضل. أقول بكلمة، هي البحث العلمي. البحث العلمي مهم جدا في حياة أمة، في حياة وطن، في حياة بلاد، لأن الـ 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 البروغري يعني التقدم، التقدم والتطور يقاس بالبحث العلمي. البحث العلمي هو استنسترومون دو مزور، هو مقياس لتقدم. نعم. يقاس به يعني تقدم أمة. أمة. نعم. إذن الباحث لازم يكون مكون، يكون عنده تكوين مهم، لأنه هو الركيزة، لأنه من البحث العلمي يأتي النور، يعني نعم. تأتي الحضارة، الرقي، الحضارة، الحلول. نعم. لكل انشغالات. الشرط الأساسي لتكوين باحث هو قبل كل شيء هو تكوين التلميذ. نعم. وتكوين المدرسي، هو تكوين التعليم الابتدائي، هو الأساسي، يعني لباز الأساسي، لأن إذا كانت المدرسة الأساسية والابتدائية إذا كانت ناجحة وناجعة في تكوين التلميذ في صغره، تعطي يعني باحث. نعم. وهذا الباحث هو اللي ولو عدد الباحثين ما لازمش تكون يعني ملايين، يكون بعض المئات او بعض الالوف، ومن من هذه الاقليه كل شيء ممكن. نعم. ومن كل روض زهره. زهره. في كلمات يعني قصيره جدا، اذا قلت لكم المرض ماذا تقول؟ العلاج. لكل مرض علاج، الشفاء. واذا قلت البحث العلمي؟ البحث العلمي هي ثقافة. ثقافة. نعم. وإذا قلنا الجزائر؟ قبل كل شيء. قبل كل شيء. وتبقى دائما. نعم. شكرا. وتبقى الجزائر دائما مشرقة في سمائنا الزرقاء وبلادنا البيضاء وأراضينا الخضراء. شكرا لكم الأستاذ صنهاجي، بورك فيكم، ونتمنى أن نلتقي مرة أخرى في ظروف أحسن ومع علاج شافي لمرض الأسئلة. إن شاء الله سيدي. إن شاء الله.